الرحمن الرحيم. في البداية كان بغي نشكر جمهور ميسوري اللي جاء سندنا في المقابلة الأولى. كما كنا دايرين الحساب مقابلة ما غتكونش سهلة ضد فريق حتى هو كيحتل مراتب متأخرة. جاو مدينة ميسور باش ياخذوا على الأقل على الأقل تعادل، ركنوا للدفاع. حنا حاولنا ما أمكن نلعبوا اللعب ديالنا اللي طيله الاسبوع حنا كنوجدوا. انا كما قلت في الاول ما عنديش العصا السحريه باش نخرج الفريق من هاد المراتب، ولكن الحمد لله اللاعبين كانوا في المستوى، طبقوا التعليمات، حاولنا ما امكن نشتغلوا معهم نفسيا اكثر من تقنيا ولا بدنيا ولا تكتيكيا. اللعابه صراحة كانوا في المستوى، صبروا حتى آخر الدقائق توفقنا باش نتسجلوا. غير الحاجة اللي زعما صراحة اللي فرحتني بزاف هو أن الجمهور كان في المستوى، شجع اللاعبين حتى آخر دقائق رغم أننا ضيعنا فرص وفرص ثانية حال التسجيل. بقينا تقريبا حتى الدقيقة 86 87 استطعنا نسجلوا. هذا ما كيعنيش اننا ما وصلناش للشباك، بالعكس وصلنا للشباك عده مرات ولكن ما توفقناش. مازال عندنا عمل وعمل كثير وكبير وكبير. ايضا ما تفوتنيش الفرصه ونشكر الحارس لاول مقابله تعطات له الفرصه، بين على انه حارس في المستوى. ايضا لاعب مراد ولا جميع اللاعبين كانوا في المستوى، صبروا حتى اخر دقيقه ويسر الله. كنشكر الناس ديال مكتب ديال المسير ديال مدير ميسور اللي كما قلت لك ضاع فيا الثقه. نتمنى نكون عند حسن الظن ونتوفق في فريق مع الفريق ديالي الجديد مولوديه ميسور. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر صحيفه ميسور الرياضيه قناه ميسور تي في على هذه الاستضافه. واول حاجه كنبغي نهدي هذا الفوز هذا اللي كنا محتاجين ليه بزاف، كنا محتاجين ليه اكثر من القياس كما كنقولوا، باش نفرحوا هاد الجماهير ونعاودوا نرجعوهم ونحسوا حتى حنا بالدفء، نحسوا بالدفء في المدرجات وباللي كاينه مورانا جماهير وكاينين مورانا كيساندونا. وهذا الفوز كنهديوه ليهم. وكنبغي نشكر الزملاء ديالي في الفريق اللي الحمد لله قدموا مباراه رجوليه وقتاليه وبينوا على انهم كيلعبوا على حب القميص. والحمد لله هادشي اللي نقدروا نقولوا. كنبغي نشكر المدرب السي نور الدين يا دارين على الثقه اللي دارها فيا، والحمد لله حتى انا ما خيبتوش وان شاء الله باقي الخير ان شاء الله يجي لقدام. كنبغي نقول للجماهير ديالنا شكرا بزاف وساندونا ان شاء الله، راه مازال غادي نقولوا الكلمه ديالنا ولكل جواد كبوه كما كنقولوا. راه مازال الحمد لله، راه واخا يكونوا نتائج سلبيه ضروري، راه الا ما كانوش مورانا الجماهير راه ما يمكنش غادي نرجعوا حتى حنايا في النتائج. وكنبغي نشكر جميع اللي ساندونا سواء من بعيد او من قريب، اللي جا للتيران او اللي تعذر عليه ما يجيش. راه الحمد لله هذا الفوز هذا مهدي لجميع الساكنه ديال ميسور ولجميع محبي فريق مولوديه ميسور، وان شاء الله كنقول لهم هي ساندونا وثقوا فينا، والحمد لله ان شاء الله راه ما يكون غير خير وشكرا. ايوا الحمد لله انا 3 بوين C'est une nouvelle loom, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. On est très content avec le groupe, avec l'entraîneur, le nouveau entraîneur qui travaille bien avec nous. Et tout le monde se porte bien et mentalement on était bien. On a pris le match, on était détenteur, on a tout assuré. Et à la fin ça a payé, quoi. On a eu les 3 points. Je félicite tous les amis, l'entraîneur, le staff et le public aussi qui nous ont beaucoup aidés et on est très content aujourd'hui. Et je dis bravo à tout le monde. تحيه رياضيه للجماهير الميسوريه. كنشكر صحيفه ميسور الرياضيه على النقل ديالها المقابلات اللي كتزيدنا واحد الحماس للاعيبه ديالنا. بالنسبه للمقابله كانت مقابله في المستوى، اللاعبين اداو داكشي اللي عليهم الحمد لله. اللاعبين كانت عندهم واحد العزيمه واحد الاراده باش يحققون 3 نقاط، داكشي اللي تاتى لينا بالتوفيق من عند الله وبالمجهودات ديال المكتب المسير والطاقم التقني مع المدرب الجديد السي نور الدين اللي دار واحد الخدمه واخا عاد جا دار خدمه في المستوى. بالنسبه للمقابله كنا عازمين باش نماركيو في الدقائق الاولى، ولكن الفريق الخصم كان كيبروفوكي في اللقاء، كان كيهرسنا لوجو ديالنا فاش كنبغيو نرفعوا الايقاع. هو كان اللاعبين ديالو كيدعوا بالاصابه،
الحمد لله الحمد لله اللاعبين حقوا داكشي اللي كاين. كنشكر الجماهير الميسوريه اللي جات للملعب وساندت الفريق الميسوري من الدقيقه الاولى حتى للدقيقه 90. الحمد لله كتشوفوا ان الهدف جاء حتى للدقائق الاخيره من اطوار المقابله. هذا الشيء كيدل ان الدراري كانوا صابرين وكانوا مركزين حتى لاخر الدقائق. كنتمنى شفاء العاجل للحارس ديال اتحاد سلا وان شاء الله يرجع للميادين. بالنسبه للمولوديه ميسور لا خوف عليها، ان شاء الله باقي لنا واحد جوج المقابلات غادي نجيريهم ماتش بار ماتش ان شاء الله، وغتفتح الانتقالات ان شاء الله. عندنا ساتير الفرقه كاين موجود، غادي نقلبوا على واحد الانتقالات اللي هما السيبلي لي بوست اللي حنا محتاجينهم، وان شاء الله الفريق غادي يقول الكلمه ديالو في المستقبل. وكنزيد ننوه بالجماهير الميسوريه اللي هي اللاعب رقم 12 اللي حمست اللاعبين، وان شاء الله مولوديه ميسور غتقول الكلمه ديالها ان شاء الله في القريب العاجل.